طريقة استخدام جهاز المحلل الملكي الجديد Real Analyzer بيزك. فيما يلي شرح تفصيلي لطريقة استخدام الجهاز التصويري Real Analyzer بيزك. تم إنتاج وتصميم هذا الجهاز التصويري الحديث أحدث إصدارات شركة بي آر الأمريكية. بداية، وقد تم تثبيت شاشة عرض النتائج عليها، حيث تم الاستغناء عن جهاز الكمبيوتر المحمول وأمور الربط والتوصيل. كما نلاحظ على الوحدة الرئيسية مفاتيح اختيار برامج المسح الخاصة بالجهاز ومفاتيح التحكم بالصوت، والمقبض الذي يحتوي على مفتاح التشغيل وزر البدء. بعد توصيل وتشغيل الطاقة الرئيسية عن طريق البطارية الخارجية للجهاز، نقوم بعدها بتشغيل المفتاح الرئيسي في مقبض الجهاز، ليتم بعدها تشغيل الجهاز والشاشة معاً، حيث تعمل الأنوار باللون الأزرق لبضع ثوان ثم تنطفئ، ويبقى الضوء الأحمر يعمل كدليل على وصول الطاقة للجهاز وأن الجهاز جاهز للعمل. بعد إقلاع البرنامج بشكل أوتوماتيكي يمكننا أن نشاهد ما يلي. أولاً، برنامج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد، وهو الأكثر شمولية واستخداماً. ثانياً، برنامج المسح المباشر. ثالثاً، برنامج المسح سونار. وكلا البرنامجين المباشر والسونار يندرج تحت برنامج المسح المباشر، ولكن بتقنية مختلفة. رابعاً، الإعدادات، يتم من خلالها اختيار اللغة المناسبة، ويتوفر عدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية. كما يتم ضبط الوقت والتاريخ، وهي نقطة هامة، لأن زمن وتاريخ التقاط الصورة يترافق معها أثناء التخزين. كذلك يمكننا التحكم بوضوح وإضاءة الشاشة. خامساً، زر الطاقة والخروج لإغلاق الجهاز. وفي أعلى الشاشة نلاحظ أيقونة الرجوع وأيقونة تأكيد اتصال البرنامج بالجهاز. استخدام الجهاز. هناك بعض المعلومات يجب على المستخدم معرفتها. بالنسبة لبرنامج المسح المباشر وبرنامج السونار، يمكن استخدامهما مباشرة. أما برنامج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد، فيجب أن تكون الذاكرة الخارجية متصلة بالجهاز، وذلك ليتم التخزين عليها، ولا يعمل البرنامج بدونها. يفضل استخدام برنامج المسح المباشر عند مسح المساحات الكبيرة، كما يفضل استخدام برنامج المسح سونار عند البحث عن أهداف كبيرة والكهوف، وذلك قبل استخدام المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد لتوفير الوقت وسهولة الكشف. أولاً، برنامج البحث المباشر. بعد تشغيل الجهاز وضبط الإعدادات، نقوم بفتح الحساسات المرسلة للإشارة ونجعلها عمودية على الأرض بارتفاع 20 سنتيمتراً تقريباً. بعدها نلمس زر المسح المباشر في الشاشة، ثم زر البحث المباشر في الجهاز، وننتظر مدة 10 ثوان ليتعرف الجهاز على طبيعة التربة. بعدها نقوم بمسح المنطقة، حيث نلاحظ الصورة مباشرة خلال البحث. يمكننا العودة وإنهاء البحث بالضغط على مفتاح العودة أعلى يسار الشاشة وزر الرجوع في لوحة الجهاز. ثانياً، برنامج البحث بتقنية سونار. خطوات البحث بهذا البرنامج هي نفسها خطوات البحث المباشر، حيث يتم اختيار البرنامج من الشاشة
والضغط على زر البحث المباشر في لوحة الجهاز وتعريف الجهاز على التربة ثم المسح. ما يميز هذا البرنامج أنه عند مشاهدتنا لهدف ما على الشاشة يمكننا تثبيت الشاشة لمعاينة الصورة، وذلك بالضغط على زر الرجوع في لوحة الجهاز. للخروج من البرنامج نلمس زر العودة في الشاشة. ثالثاً، برنامج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد. يلاحظ من لوحة الجهاز تمييز طريقتين للمسح، أوتوماتيكي ويدوي. نبدأ بالمسح الأوتوماتيكي. قبل البدء وكما شرحنا سابقاً، يجب أن تكون الذاكرة مربوطة بالجهاز، لأنه لا تتم استجابة البرنامج في حال عدم وجودها. بعد التأكد من توصيل الذاكرة، نختار برنامج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد. بعد لمس أيقونة البرنامج نلاحظ نافذتين، نافذة مختصة بالبحث والثانية مختصة بالصور المخزنة على الذاكرة، حيث يمكن اختيار أي صورة وفتحها ومعاينة محتوياتها. لعملية البحث نضغط على نافذة بحث جديد. يتم فتح البرنامج، ثم نقوم باختيار عدد الخطوات والخطوط التي نريد مسحها، ثم نختار طريقة المسح، إما اتجاه واحد أو اتجاهان. بعدها نلمس زر البدء في الشاشة، ونختار من أعلى الشاشة نوع التربة المراد مسحها من أجل دقة النتيجة والعمق. بعدها يتم فتح حساسات المسح بشكل عمودي وقريب من سطح الأرض بمقدار 20 سنتيمتر، ويفضل أن يتم المسح من الشمال إلى الجنوب لسهولة التقاط الإشارة. بعد اكتمال البحث تظهر إشارة التخزين في أعلى يسار الشاشة، مما يدل على اكتمال المسح، حيث يمكننا تخزين الصورة على الذاكرة وتحليلها في أي وقت. نضغط على زر الرجوع في الجهاز لإيقاف إرسال الموجات وإنهاء البحث. تحليل الصورة. عند معاينة الصورة يمكننا ملاحظة الألوان التالية: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأزرق الغامق، الأزرق الفاتح، والأخضر. اللون الأحمر يرمز للمعادن بشكل عام، البرتقالي والأصفر يرمزان للفلزات والتربة المعدنية، اللون الأزرق الغامق للكهوف والفراغات، والأزرق الفاتح لتحديد مجال الكهوف، كما يرمز اللون الأخضر للتربة. يمكننا تكبير وتصغير الصورة باليد لسهولة التحليل، كما يمكننا تحريك الصورة لمعاينتها بالشكل ثلاثي الأبعاد والعودة للصورة الأصلية. لمعرفة العمق لأي نقطة من الصورة الناتجة عن المسح، نلمس هذه النقطة مرتين متتابعتين، فيظهر أسفل يسار الشاشة العمق والرقم التعريفي للعنصر، حيث تكون أرقام المعادن مرتفعة وأرقام الكهوف الفراغية والتربة منخفضة، كما نلاحظ الإحداثيات الطولية والعرضية للنقطة. المسح اليدوي، وهي مماثلة لخطوات البحث الأوتوماتيكي، ولكن يلزمنا أن نضغط على الزر الموجود أسفل المقبض لكل خطوة نخطوها حتى نهاية المسح. هناك بعض الرموز أعلى الشاشة خاصة بالخروج من البرنامج: التخزين، إزالة المؤثرات عن الصورة والفلترة، وزيادة حدة الصورة، والتحكم بالصورة ثلاثية الأبعاد. ملاحظات: يمكننا مشاهدة أي صورة مخزنة على الذاكرة عند فتح برنامج المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد، حيث يتم اختيار الصورة ومن ثم فتحها. يمكننا تنظيف الذاكرة بتوصيلها لأي جهاز حاسوب ومسح محتوياتها.
يمكن أن نلاحظ مؤشر البطارية عند تشغيلها بعدة ألوان تدل على قيمة الشحن: أخضر، أزرق، أحمر. يفضل الاستخدام عندما يكون لون المؤشر أخضر. لإغلاق الجهاز بعد انتهاء العمل، نذهب إلى أيقونة الطاقة والخروج في الشاشة الرئيسية ونلمسها، وننتظر حتى يتم إطفاء الضوء الأحمر في الجهاز. بعدها يتم إغلاق الجهاز من المفتاح الرئيسي في المقبض، ثم فصل الطاقة. لأي استفسارات إضافية، يمكنكم الاتصال بنا